شنو ياكل؟ ننتقل لموضوعنا التالي. دائما اكون نساء بالعالم بصوره عامه عندهم الشخصيات القويه، يختارون من اجمل الشخصيات او من ممكن الجمال، ممكن مقومات قياسات الجسم كيف، لكن قوه المراه دائما هذه احنا من نسال اي شخص نقول له شنو اللي يفتك بالمراه، يقول لك قوه الشخصيه. فاليوم يعني للمره 17 يختارون انجلينا ميركل هي اقوى امراه بالعالم، يعني بهذا المهرجان 17 للمره 10 يختارون المستشاره انجلينا ميركل مثل ما نشوف. طبعا رسميا للمره 10 على التوالي فوربس تختار ميركل كاقوى امراه في العالم. كشفت مجله فوربس اليوم على تصنيفها السنوي 17 الاقوى 100 امراه في العالم، واختيرت المستشاره الالمانيه انجلا ميركل بالمركز الاول كاقوى امراه في العام العاشر على التوالي، وهذا الأمر لم يحدث مع أي امرأة قبلها. ونشوف وياكم الصور الخاصة بأنجلا ميركل اللي هي اعتبرت أقوى امرأة للمرأة المرة العاشرة، يعني هي قدمت مو فقط لبلدها، لكل المهاجرين من كل أنحاء العالم احتوتهم وقدمتهم مساعدات وطتهم فرص أيضا بالحياة. فهذه يمكن أحد المقومات يعني اللي كان سبب من اختيارها للمرة العاشرة أنه أقوى امرأة بالعالم بهذه على التوالي. يعني وإحنا بألمانيا هواي أكو أسماء لمعت، يعني عندنا مصمم الجرافيك العالمي ريان عبد الله، زها حديد الله يرحمها بدايتها كانت بألمانيا، يعني هواي أسماء عراقية لمعت وأخذت فرصها بالحياة من خلال بلد ألمانيا. فهذا الشيء مو غريب على طبعا انجلا ميركل ان تكون اقوى امراه للمره العاشره.